السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. والله حصل موضوع شدة كده بين انا ومراتي امبارح. فتعصبت يعني عصب جامد يعني. وماذا قلت لها؟ من يوم الخميس يعني بنت عملت غلطة، كنت قلت لها والله بنت حرام عايز احلل لبنتي، فهي زعلت من الموضوع ده. فراحت قالت لاخواتها، فانا ومسكن اختي وهكذا في غضب يعني، في حاله غضب قلت لها لا لازم احلل على عيالي، ما حللتش لعيالي طب مره في طالب بالثلاثة. تحلل ايه؟ اللفظ يعني هو ده اللي طلع منه، انا كنت يعني مش عارف اللفظ لغايه دلوقتي ايه. تحلل يعني تحلل ماذا؟ تحليل النيه يعني. يا اخي انت مالك كده؟ المهم بغض النظر عن هذا الكلام الفارغ اللي انت تقوله، لكن عموما للاخر تكون طالب كفر كفارة يمين. يعني الطلاق ما يقعش يا شيخ؟ لا ما يقعش، وخليك محترم شوية. والله هي جت يعني انا بربي البنت عملت غلطة فانا طلعت مني كده يعني، انا مش انا اسلوبك انا راجل ملتزم الحمد لله ومنتقدة. ماشي ماشي. البنت لما عملت غلطة كبيرة يعني فانا طلعت عن شعوري يعني. ماشي. يعني هل ده ما يقعش يا شيخ مصطفى طلاق؟ لا لا كفارة يمين فقط. 10 مساكين؟ ايوه. جزاك الله خيرا يا شيخ، انا بحبك في الله والله. بحبك الله لله. انا خلي بالك من الصبح من ساعة ما سمعت البتاع ده انا مستني اكلم حضرتك يعني. الله يبارك فيك.